تخرجي من كلية كالادونيان عام 2002 أثر في حياتي العملية. ففي عام 2002 عندما تخرجت من كلية كالادونيان أصبحت مهندس معترف فيه في مجال عملي، وبعد ذلك أصبحت نائب لمدير دائرة التشغيل، وبعدها بكم سنة أصبحت مدير لدائرة التشغيل. الآن أنا الحمد لله الرئيس التنفيذي لشركة الغبرة للطاقة والتحليه. كثير من خريجين كلية كالادونيان الهندسية حاليا هم مسؤولين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي في مناصب قيادية ومناصب مدراء ومسؤولين كبار، هم الآن يساهمون في بناء هذا الوطن الغالي علينا. الحمد لله، أنا أقول الفضل لله سبحانه وتعالى أولا، ولكلية كالادونيان ثانيا اللي فتحت لنا الفرصة والمجال لدراسة الهندسة في عمان بمستوى راقي.